اول خبر معانا النهارده، فوز النادي الاهلي على نادي فاركو بنتيجه 2-1 في المباراه اللي اتلعبت امبارح على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجوله الثامنه لبطوله الدوري. وبالفوز ده الاهلي بيرفع رصيده للنقطه ال 22 علشان يتربع على قمه الدوري المصري. وعبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي على سعادته بالفوز واشاد بعزيمه اللاعبين واصرارهم على تحقيق الفوز، ليأكد على ان الاهلي كافح حتى اخر لحظه في المباراه، وده بيدي الثقه للجميع في قدره الاهلي على التسجيل في اي وقت. مبروك إيه للاهلي. يعني بصراحه حقيقي يعني اللي انت بتقوليه ده كان ماتش صعب جدا. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، مباراه كانت صعبه جدا.